السلام عليكم أعزائي المشاهدات، أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة وصفات الأحلام. اليوم إن شاء الله نقدم لكم هربل أو القمح المفسوخ بالحليب والزعتر، طريقة تقليدية لذيذة مفيدة خصوصا في فصل الشتاء. تابعونا كي تروا المقادير وطريقة التحضير. نبدأ على بركة الله المقادير. سأحتاج إلى 250 غرام من هربل أو القمح المفسوخ، قمت بنقعه في الماء مدة ليلة كاملة، قليل من زيت الزيتون. بالنسبة للماء سأحتاج إلى لتر ونصف، ملح، فلفل أسود، سأحتاج إلى زعتر، ويمكن إضافة أي نوع من الأعشاب، بصلة متوسطة مفرومة ناعما. بالنسبة للطريقة سأضع البصل أولا، ثم التوابل، ملح طبعا ملح حسب الذوق، فلفل أسود، زعتر، والقليل من زيت الزيتون. أضع الكل على النار مدة 5 دقائق. بعد أن ذوب البصل سأضع القمح، ثم أضيف الماء، أحركه من الفين إلى الآخر وأتركه حتى ينضج تقريبا مدة طهي ساعة كاملة. بعد أن نضج القمح بهذا الشكل سأقوم الآن بوضع الحليب، نصف لتر من الحليب، وأتركه حتى يغلي، وها هو الحساء بعد ما نضج. وهذا هو الشكل النهائي لهربل أو القمح المفسوخ. أتمنى أن ينال إعجابكم. إلى عجبكم فيديو ديال اليوم ديروا لايك الفيديو، بارطاجوا مع الأصدقاء ديالكم، تابعونا في لاشين، وما تنساوش تشاركوا في الصفحة ديالنا في الفيسبوك. السلام عليكم.